مساء الخير وصباح الخير حسب كل واحد وتوقيته. اليوم أنا بحلقة جديدة معاكم بالبلاك روب، طبعاً كاهو. واليوم أنا بتكلم عن فنانة تركية مشهورة قديرة، من مواليد 56 ومبلشة يعني من السبعينات ومن قبل. شيز مالتي تالنتد، تعزف تغني، مالتي تالنتد ارتست ما شاء الله عليها. طبعا هذا الفيديو الثاني اللي اسجله ما ادري كم فيديو بعد بسكر وبعيد. طبعا انا اريد الفنانة كاتب عنها بتاريخ 1/3/2013 بالبلوج. طبعا الحين سوي حركات البلوج المفروض انها طالعة هني. طبعا هي اول مرة سمعت الفنانة، انا ذاكر إن عن طريق الفنان تركان، لأن أنا كنت من المعجبين وايد بأغاني والريذم والبوب آرت اللي هو الستايل مال التركي. طبعاً هي حاط عنها نبذة بالبوست موجود تحت الفيديو إذا أنتوا داشين الموقع مالي، إذا ما قاعد تتابعون الفيديو بس من اليوتيوب. فأتذكر أني كنت كاتب منذ مدة طويلة كنت أستمع للمغني التركي تركان، وأعتقد كانت أحد أغانيه السبب لإيصالي لهذه الفنانة المشهورة والتي سأقوم بالتحدث عنها اليوم، وذلك سبب قيامها بعمل ثنائي غنائي بسيط شارك فيه تركان معها. طبعا العمل الغنائي اللي هو الأغنية اللي أنا مشغلها الحين وحاطها already first post بالبلوج. الأغنية هذه لها ذكريات، الفنانة لها ذكريات أيام ألمانيا. كنت أسرح وأمرح بشوارع برلين، واو كنت مرحلة نقلية مثل ما أنا الحين مرحلة نقلية على فكرة، من 2013 ل 2017 للمشاكل اللي صارت فيني، للصعوبات اللي مريت فيها بالبزنس. نسيت نفسي مثل ما قلت بالفيديوهات اللي قبل، الحين قاعد أحاول أرجع شوية للكرياتيفيتي. إن شاء الله 2018 تكون سنة حلوة علينا كلنا، لأن enough is enough. أعوذ بالله، الله يرحم امتانا وموتى المسلمين، وايد ناس فقدوا ناس عزيزين عليهم، وانا فقدت ابوي الله يرحمه باخر 2015. في ادعوا له بالرحمه ولكل المسلمين والمؤمنين، الله يرحم الناس بعد بشكل عام. وخياطي انا اخر السنه ابو توفى الله يرحمه، واصدقاء لي عزيزين اهاليهم فقدوا اصحابهم، والله يرحم الجميع. اوكي، ويشفي الجميع بعد ويعيننا على انفسنا. فيني قلب تنطوع وانا اتكلم عن الفنانة. anyway تناقض الحياة. انا الحين طبعا ابي احط الفيديو هذا، بس بضيفه على البوست القديم لان قاعد انقل كل الفيديوهات، عفوا قاعد انقل كل الفيديوهات صح اللي كنت ناشرها بالبلوج مع المواضيع والصور، واضيف عليها الفيديو وانزلها تحت اسم The Black Rob، لأن حاب إني أدمجهم بالبلوج اللي بالموقع مالي. الفنانة هذه حاط عنها وايد معلومات، يعني ما لها داعي أتكلم وايد بالفيديو. أصدرت لها العديد من الأغاني الفردية بجانب ألبوماتها العشرة، وأول أغنية أطلقت لها رسميا على الإذاعة في عام 1978. وطبعا في معلومات وايد موجودة، اللي مهتم وايد مفروض إنه موجود هنا اللينك. طبعا خلينا نتاكد من اسمها مع عمو جوجل. نازن اونجي الخله. شنو نازن اونجي؟ نازن اونجي ما شنو، خلينا نسمعها بالعربي. نازن اولن يا لهوي. نازن اولن، او ماي جاد. anyway هذا اسمها نازان. ليش أنا قاعد أتكلم عنها؟ I love her music. I love يعني مرة كبيرة بالعمر بس full of life. وترى عادة كل الناس اللي على الشاشة full of life عادة يكونون يا deep inside مزعوجين، مو مستانسين، not happy. I hope they are happy، أو إن ذي قاعد يحاولون يتهربون من واقع الحياة عن طريق الفن والاندماج مع الناس والفانز. يمكن أنا بعد واحد منهم يعني، و I'm not denying أو قاعد أنكر هالموضوع. أنا أجد نفسي دائما بالخلوة والفن والآرت والابتعاد عن الناس قدر المستطاع. أوكي كافي اليوم، ما أبي أطول بالفيديو هذا، بس حبيت أن أضيف نيو بوست بالبلاك روب
واضيف شويه حركات واجرب الفيديو تيست فيديو. وبليز اقراوا البلوج، لا تنسون تشتركون بالقناه وتشتركون بالبلوج، واذا في عندكم اي كومنت او اذا تحسون الناس مهتمين شير ات وذ ذم. ثانك يو على المتابعه اليوم، وتصبحون على خير، او هاف ا نايس داي ان كيس ان توكم قاعدين.